ميناسان كونيتشيوا، السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد. في درس اليوم ان شاء الله حنتعلموا وحنتعرفوا على الالوان في اللغه اليابانيه. اول حاجه هو لفظ الالوان في اللغه اليابانيه هو ايرو ايرو. ودعونا نبدا. شيرو شيرو، كورو كورو، اكا اكا، او او، ميدوري ميدوري، مراساكي مراساكي، كيرو كيرو، شايرو شايرو. ونحب نقولكم يوكوديو ماشتا أو جود جوب، كذلك أومديتو غوزايماس أو كونغراتيوليشنز. نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالدرس هذا. نتلاقوا في الدرس القادم، وموفقين جميعا، وسايونارا.